كان فعلا عنده مخاوف مثل ما الناس تقول انه هو بعد قبل كل عمل يضل خايف او هي دائما عنده هي المخاوف؟ يعني هو دائما قلق باي عمل بيشتغله، باي عمل بيشتغله بيتم قلق انه انا شو هذا اللي عم ساوي. ودائما بقول له انا بكره بتشوف النتائج عند الناس. قال لي يعني في ناس بتجامل، في ناس بده، قلت له طيب بجامل 1 2 10 100 مو ملايين، يعني ما حد جامل ملايين. وهي الشيء اللي كان دائما يخليه حريص انه يعني انا اساله شو في عندك، قال لي عندي 3 اعمال محتار شو بدي بلش. ليش؟ انه انو اللي بده يقدم لي شيء اكثر، مو ماديا، بينما كمخرج لانه ماديا انزلنا 3 عنده نفس المستوى المادي بيتم قلق. واحيانا ما يرضى يشتغل واحد من 3 بجيب واحد رابع من القلق تبعه، انه خوفه انه هذا العمل ممكن ما يزبط او يزبط. وكان متوقع بحديثه بيعرف انه ناس بتحبه هالقد، يعني بجنازه حاتم علي طلع ناس ما بيعرفوا شخصيا، يعني بيعرفوا اعماله بس. هلا انا بظن باللاوعي تبعه بيعرف، بس بيحاول يظهر قدام العالم لا. يعني انا مثلا اقول له انه في ناس معجبه فيك كثير، اللي وين عرفتي هلا، بس من جوا بيعرف، بعرف انه هو بيعرف انه في كثير ناس معجبين فيه. يعني حتى انت حكيت عن المشاهد، هو مشهد وفاة نزار قباني بمسلسل فصول 4 كان شبيه بوفاة حاتم علي. وبقول لك انه باللاوعي، باللاوعي يعني تبعي تبع حاتم وتبعي عم بيصور كل شيء، يعني بيصور حقيقة نهايته. يعني لما صور مشهد نزار قباني متخيل انا انه ذكرتيني بمشهد في بابواب الغيم، مشهد إلي انه انا بموت. قام حاتم قرر انه اندفن وتصور مشهد دفني، حفروا قبر وحطوني فيه، بيجي شيخ القبيلة اللي هو مفروض المحمود سعيد، بيمسك تراب بده ينزلهم على وشي بإيده بس. قام قال له للأستاذ محمود، قال له ممكن أنا أساوي هالمشهد عنك؟ قال له إيه تفضل. شمر يعني أنه إيد بس، ما بده مبين، ما مبين بس إيد. مسك تراب وقرب لعندي حاتم وعم بيحطنا. أنا لما عادت القبر صرت شوف من هون، صرت شفت حاتم علي وهو عم بيزت التراب علي عم بيبكي، نفس المشهد اللي سويته وقت ما نزل بأبو. كان عنده هذا باللاوعي بقى، يعني هو صور مشاهد صارت بنهايته بالحقيقة.